التليفون اللي جاي الاول، وبعد كده هنكمل ذكريات رمضان. اتفضل. انا معايا على التليفون الكابتن يحيى يوسف، المدير الفني لفريق كره اليد بالنادي الاهلي. بهنيه على الوصول للمباراه النهائيه في كاس مصر بعد الفوز على سبورتنج 30-27، وبينتظر غدا الفائز من مباراه الجيش والجزيره. كابتن يحيى الف مبروك وكل التوفيق ليك يا رب في نهائي كاس مصر غدا ان شاء الله. اهلا وسهلا بيك والحمد لله، وربنا يكرمنا بالفوز بكره ان شاء الله وبالكاس كمان. بنقل لك تحيات الكابتن صديق جمال عضو لجنه اكتشاف المواهب بالنادي الاهلي. اهلا وسهلا بيك. مباراه في كره اليد تنتهي 30-27، كانت مباراه حماسيه فيها نسبه اهداف كبيره. كلمنا عن المباراه وسير المباراه، ويعني ازاي تخطيت سبورتنج عشان تصل لنهائي كاس مصر لكره اليد ان شاء الله. طبعا الحمد لله، طبعا حضرتك عارفين ان انا لسه اصلا ماسك من بالظبط بقالي 5 ايام الفريق، فكان عامل تحدين اصلا ان انت تمسك الفريق قبلها ب5 ايام وعندك ماتشات مهمه جدا في فرق زي سبورتنج بتنافس برضو على بطوله الكاس، فكان حافز على اللاعبين في الناحيه النفسيه الاول. طبعا الحمد لله في الفتره اللي فاتت دي وشويه حاجات كده في الناحيه الدفاعيه والهجوميه. النهارده الماتش كان ماشي جون بجول لغايه شوط اول ما خلص 15-15، عدينا في قائمه الدفاع والهجوم بتاعتنا الحمد لله، وقدرنا نركب الماتش وفريق واحد فريق اثنين فريق ثلاثه الماتش لغايه ما انتهى الحمد لله فريق ثلاثه. طيب متولي المسؤوليه من 5 ايام يا كابتن يحيى، قدرت ازاي في ال5 ايام تعيد شكل الفريق او تحضر لمباريات كاس مصر؟ لان دي مش مباريات نقاط، هي مباراه الخاسر خلاص خارج البطوله. بالظبط، هو طبعا اللي احنا نفسيا كان عامل مهم جدا ان انت غير مدرب اجنبي وتجيب مدرب ب5 ايام بتنافس كمان على كاس وكل السوبر الاسبوع اللي جاي. طبعا سيره مجلس اداره النادي الاهلي وسيره النشاط الرياضي فهي الحمد لله كانت كبيره جدا. الحمد لله قدرنا ان احنا نتعامل مع اللاعبين بالناحيه النفسيه والحافز ان انت فريق كبير بتلعب دايما على بطوله وان شاء الله نحققها، كان حافز ليهم اصلا ان انت تكسب ماتش النهارده ان شاء الله، وبكره ربنا يسهل ان شاء الله نشوف اللاعب تكون فرق مش اعتمدت على نفس المجموعه اللي كانت بتلعب المباراة الاخيره ولا عملت تغيير في التشكيله وفي الفريق؟ حاجات بسيطه جدا جبت من الشباب لعبتهم اكتر، اديتهم حافز برضو، بس المجموعه هي برضو موجودين من اللعيبه الكبار، كان العامل النفسي كان مهم جدا مع اللعيبه الكبار برضو، وهم لعيبه كويسين جدا مع دمج من اللعيبه الشباب اللي هم 28 انا كنت ماسكهم السنه دي برضو. الحمد لله عمل تنشيط شويه، واهم حاجه في كل ده الروح المهمه جدا في الناحيه الدفاعيه والناحيه الرياضيه اللي انت تتخطى بيها الروح اصلا في اي مباراه او اي رياضه. طبعا اكيد الحته دي كانت مهمه جدا ان احنا نتخطى النهارده بتاعنا. طيب مباراة الكاس خطوة قبل مباراة دور السوبر يا كابتن يحيى، لأن عندك مباراة دور السوبر خلال الأيام القادمة، والهدف منها إن الفائز هيتأهل للبطولة الإفريقية. اكيد طبعا، دي طبعا بتدينا ثقه كمان ان احنا نعدي ان شاء الله نكسب بكره ان شاء الله وناخد الكاس مصر ان شاء الله، وجهزنا كمان لبطوله السوبر المؤهله لبطوله افريقيا افضل الدوري، فدي كانت دي حاجه كويسه اكنها مباراه وديه في الخطوه الجايه، مباراه رسميه جامده وفيها احتكاك قوي معايا كل فرقه من الداخلين، هم مع الفرقه اللي في الكاس في النهائي والنهائي هم اللي هيلعبوا مباراه السوبر برضه. كانت مهمه جدا ان احنا نتخطى الفرصه اللي بنلعبه كمان في السوبر، ربنا يكرمنا ان شاء الله في الفتره دي ان نعدي من الوظائف اللاعبين احسن ان شاء الله عشان نبقى في السوبر ان شاء الله. بكره ان شاء الله تنتظر الفائز من الجيش والجزيره، غدا ان شاء الله مباراه الفاينل ان شاء الله يا رب دعنا كده ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. المباراه الساعه كام؟ 11 ان شاء الله. كل التوفيق لك يا رب يا كابتن يحيى، وان شاء الله يعني الفريق يفوز بكاس مصر ويكون استعداد ايضا كمان لدور السوبر باذن الله. والف مبروك. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا كابتن يحيى. تليفون كان مهم جدا، كان معانا الكابتن يحيى يوسف المدير الفني المؤقت لفريق كره اليد بعد تخطيه سبورتنج في سيمي فاينال كاس مصر لكره اليد والوصول للمباراه النهائيه، وينتظر الفائز من الجيش والجزيره، وهي خطوه ان شاء الله قبل مباريات دور السوبر اللي هتقام ان شاء الله الاسبوع القادم في الاستعداد والتواصل، وان شاء الله الفائز بدور السوبر هيتاهل للبطوله الافريقيه.